أشخاص لا يقبل الله صيامهم ولا صلاتهم ولا يغفر لهم من هم؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي سامية شو ضمن سلسلة رمضانية دينية متنوعة. إذن فرجة ممتعة للجميع. رمضان هو شهر المغفرة والرحمة، ينتظره كل مسلم حتى يخرج منه بلا ذنوب. خسر وخاب كل من بلغ هذا الشهر ولم يحظ بالمغفرة من الله سبحانه وتعالى. هناك أشخاص لا يقبل الله صومهم ولا صلاتهم ولا يغفر لهم في هذا الشهر، وهم من ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل ملائكة جبريل ما صنع الله في حوائج المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: إن الله تعالى نظر إليهم وعفى عنهم وغفر لهم إلا أربعة. فقالوا: من هؤلاء الأربعة؟ قال: مدمن خمر، وعاق لوالديه، وقاطع الرحم، والمشاحن. قيل: يا رسول الله، ومن المشاحن؟ قال: هو المصارم، يعني الذي لا يكلم أخاه فوق 3 أيام. مدمن خمر هو الشخص الذي يستمر في تناولها حتى في أيام الشهر الكريم. ويتمثل الشخص العاق لوالديه في الشخص الذي يعصي أوامرهم ولا يرعاهم في كبرهم ويتدمر من كثرة أسئلتهم. أما قاطع الرحم فهو الشخص الذي لا يتواصل مع أهله ولا مع أصدقائه، وذكره الله تعالى في سورة محمد حينما قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وأما المشاحن فهو الشخص الذي يقطع أخاه ولا يصله ويحمل في قلبه الضغينة له. نسأل الله عز وجل أن يحيينا ويميتنا على هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتقبل منا سائر أعمالنا، وأن يوفقنا الصالحات المخلصات. اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأصلح أعمالنا، وأخلص نياتنا، وأحسن خاتمتنا، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب، برحمتك يا أرحم الراحمين. مشاهدين، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الجرس تشجيعا لي لعرض لكم المزيد. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.